معي من القامشلي عبر الهاتف العميد حسام العواق، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. إذا نتحدث عن اشتباكات وتقدم، اشتباكات بحي اليرموك وكنا نتحدث عنه خلال أيام، وهناك أحاديث أيضا عن أنه من آخر الأحياء التي استعيدت من قبل قوات سوريا الديمقراطية هي حي اليرموك. آخر تطورات تقدم قوات سوريا الديمقراطية سيادة العميد، أين وصلتم؟ أولا تحية لك وللمشاهدين. قوات سوريا الديمقراطية تتقدم. طبعا حي اليرموك هو حي محرر، ولكن هناك بعض الأنفاق التي تحاول داعش الخروج منها حددناها، وكما قام الطيران بقصف مركز لهذه المواقع، حررت قوات سوريا الديمقراطية قبل قليل مساكن الموظفين ومساكن الحمراء في نجدة شحادة التي حررت أيضا بالكامل، وأسفرت اشتباكات ما التي وقعت في الحي عن مقتل عدد كبير من عناصر داعش. طبعا هذا التقدم يعتبر تقدم جديد في الساعات الأخيرة، يعني حيث اندلعت اشتباكات اليوم بيننا وبين داعش، وتحاول داعش دائما قيام بعمليات إن كان بالسيارات المفخخة أو الدراجات النارية، ولكن يتمكن مقاتلونا، وتعودنا على هذه الأفعال من داعش. طبعا كسرنا دفاعاتهم في نقطتي مساكن الحمراء ومساكن الموظفين من الجهة الغربية من الحي، وأسفرت اشتباكات عن مقتل عديد كبير من العناصر المرتزقة التابعة لداعش. كذلك تم الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وكما اقتحمنا عدد كبير من المستودعات ومصانع الألغام التي البدائية التي قامت استخدامها داعش منذ فترة في هذا الحي. ولذلك الاشتباكات مستمرة إلى الآن، وخاصة في هذه المنطقة. طبعا هو هذه العملية عملية الرقة الكبرى والتي تهدف للسيطرة على كامل المدينة، المرحلة التي قطعتموها حتى الآن، ما الذي قالته لكم عن المرحلة القادمة؟ ما أبرز صعوبات تمرون بها في هذه المعركة؟ أهم شيء بنا وبأمانة هي سلامة المدنيين، الممرات الآمنة وتجهيزها، قيام القوات الخاصة بإجلاء هؤلاء المدنيين. نخشى دائما استخدام داعش لهؤلاء المدنيين كدروع بشرية، ولكن هناك قوات العمليات الخاصة تقوم بتطويق مثل هذه الحالات، وأحيانا يقوم أصدقائنا من التحالف بمساعدتنا، وخاصة بعد استخدام طائرات الأباتشي كما نقوم بعمليات إنزال من خلال القوات الخاصة. أنا أشكرك من القامشلي سيادة العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية، شكراً.